بالنسبة للأحداث في مصر طبعا اللي متابع أكيد حضراتكم تابعته، وإن احنا بنهني الجنود بعودتهم بالسلامة الحمد لله وبنهني أسرهم طبعا، يجب إن احنا نقول ألف مبروك. لكن القصة بقى إيه، تمثيلية مش تمثيلية، فيلم مش فيلم، الكلام ده كله يعني ما يعلم بيه إلا ربنا. وأكيد إن اللي حاسس من حضراتكم إن في حاجة في الموضوع، لأنه طبعا يعني بقدرة قادر نشكر ربنا بعد كل المسائل دي وكل الكلام وكل التحليلات في عملية عسكرية ولا ما فيش عملية عسكرية، رجعنا تاني واللي تنفذ هو كلام الرئيس محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية الأول خالص، اللي هو قال إيه، إن إحنا عايزين نحافظ على الخاطفين والمخطوفين. وتم بالفعل العملية، تمت عادة الجنود بدون إراقة أي نقطة دماء، ودي طبعا تهليل وتكبير وصفحات الإخوان وصفحات الحرية والعدالة وشبكة رصد وكل الشبكات الإخوانية تهنئ وتهلل وتسجد لله شكرا على الإنجاز الرائع، إنجاز الرئيس محمد مرسي. محمد مرسي راح واستقبل جنودنا في ألماظة كتر خيره طبعا، يشكر مع السيسي ومع باقي يعني عناصر أيضا من الداخلية وهشام قنديل والجروب كله الحقيقه من الرئاسه، ويعني استقبلوا الجنود انجاز عظيم جدا، وعوده الجنود بالنصر العظيم الرائع. واتفاجئنا بانه الرئيس محمد مرسي مسك المايك وبيقول كلمه، والكلمه طب نعرف مين اللي خطف وراحوا فين؟ لا ما نعرفش. طب مين هم؟ طب كانوا عايزين ايه؟ لا ما نعرفش. لكن طبعا في تاكيد على انه هيكون في تطهير لسيناء ان شاء الله باذن الله، وانه في الاخر خالص في اخر الحوار قال لك المجرمين ومش عارف ايه، طيب ماشي والارهابيين، لكن ايه اللي هيحصل؟ طب هم فين اللي خطفوا؟ للوقت لحد دلوقتي اللي بيتقال ان هم لما حسوا انه هيكون في عمليه عسكريه راحوا سابوا الجنود وهربوا. بجد؟ طب حلو قوي. والحاجه الكمان الرائعه ان في الخطاب كله هم نفس الكلام اللي بيتقال كل مره، وانه بيدعوا الزعماء بيدعوا القوى كلها علشان نتحاور وان شاء الله نطلع للامام وكل واحد يؤدي دوره، والخطاب كله الحقيقه ملوش اي علاقه غير بانه يعني الكل قال لك انه بيحس ان هو بيقول للمعارضه انا انتصرت. هو كان الموضوع ده كله ودخل في موضوع سياسي، مش ان احنا موضوع مثلا شكروا القوات المسلحه وهو بس، الموضوع كان موضوع يعني دخل في السياسة وفي النص كده، اللي واخد بالكم اللي لو حضراتكم اللي سمع الكلمة، احنا طبعا مش هنقدر نجيبها كلها لانها كانت طويلة حقيقة يعني، والتعليقات حتى بيقول لك ده ما صدق مسك المايك، مش ممكن يعني فعلا ملهاش علاقة بالجنود، يعني هو موضوع خالص هم نفس الكلام اللي بيقولهم، واحنا شايفين الشوك قدامنا وبنمشي على الشوك وبنسيح دم بس مكملين. يعني انا حتى كتبت لهم بصراحه على الفيسبوك قلت لهم يعني طب ما حد يقول له لما انتوا شايفين الشوك طب ما تخلوا حد يشيل الشوك، هو ليه لازم نمشي على الشوك ونسيح دم؟ يعني ما حد يشيل الشوك ونخلص، هم ونحط ايدينا في ايدين بعضينا البعض علشان خاطر هنروح للبرلمان، والبرلمان بقى هو اللي هيزود استقرار مصر ان شاء الله. دي خلاصه القول، انتصار للرئيس مرسي، تكبير وتهليل وتعظيم للرئيس مرسي بعودة جنودنا الحمد لله بكل سلام، وإن شاء الله رايحين مع بعض على البرلمان، وإن شاء الله مكملين مع بعض بس ماشيين على الشوك فما فيش مشاكل. معلش عفوا المقدمة الطويلة دي شوية، لكن ده اللي في قلبي واللي حبيت إن أنا أقوله لحضراتكم، ونبتدي بقى مع بعض دلوقتي.